أنا يوسف عصام الصبان من إدارة التعليم منطقة الرياض. طبعاً أنا أشعر بجميع مشاعر الفخر والاعتزاز لأني قاعد أمثل الوطن نموت فيه ودرست فيه. لي كل الفخر أني أخدم هذا الوطن. طموحي أني أمثل الوطن كشاب عالم يوري العالم قد إيش أن المملكة العربية السعودية تقدمت في مجال تطوير الطلاب من صغرهم في مجال البحث العلمي. طبعا طوال رحلتي كان دائما هناك دعم من الوالد والوالدة، كان فيه دعم أكيد من المشرف على المشروع والبروفيسور اللي معي في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية. أهم شيء في المشوار هذا كله هو موضوع استغلال الفرص. كل ما أتيحت للطالب فرصة يجب أن يستغلها، خاصة إذا كان فيها من الفوائد اللي ممكن تساعده في تحقيق شغفه والهدف اللي يطمح الوصول إليه. مشروعي هو عبارة عن طريقة جديدة لعلاج أكثر من 50% من السرطانات، والطريقة هي أننا نحاول نثبط تفاعل يحدث بين بروتين وبروتين آخر من أجل الحفاظ على استقرار جين معين في أجسامنا يسبب هذه المجموعة من السرطانات. طبعاً أنا اخترت هذا المشروع لأني أنا شغوف بالبحث العلمي في مجال الطب، وموضوع أني أقدر أساهم في مشروع أو بحث له أثر كبير على حياة الناس، هذا شيء ما يزيدني إلا فخر ورغبة في أني أحقق نتائج في هذا المشروع. من طموحي هي أني أمثل الوطن بأفضل شكل، بحيث أني أوري العالم كيف أن المملكة قاعدة تنتج شباب قادرين على البحث العلمي ويتصفون بهذه المهارات، ووري العالم كيف أن عندنا مستقبل مزدهر إن شاء الله في مجال الأبحاث العلمية. وأتمنى أني أحقق جوائز، أن هذا أقل شيء ممكن أقدمه للوطن.